انطلقت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق فعاليات الدورة التدريبية الثانية في الموسيقى البيزنطية، والتي جاءت بتنظيم من المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك وبرعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن، وتحت إشراف المرنم الأول على الكرسي الإنطاكي بشير الأسطى. يعني رح نشوف نحن وين بيختلفوا، يعني ليش عم بستعمل أنا هيدول اثنين؟ طب ما هني مثل بعضهم. وتأتي هذه الدورة التي حضرها الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك والأب مودي هنديلة المرشد الروحي للمجلس، استكمالا لبرنامج الدورة الأولى التي عقدت في شهر آب الماضي، والتي تهدف لصقل مهارات المشتركين الموسيقية ليكونوا قادرين على قراءة النوتة البيزنطية بشكل احترافي ليساعدهم في تجسيد الكلمة لحنيا خلال الخدمة الليتورجية. البرنامج ما بيتوقف على دورة واحدة أو دورتين، لأنه هيك ما بنكون وصلنا اللي نحن بدنا نوصله، وأنه يقدر ياخد هذا الطالب الأشياء اللي لازم ياخدها بشكل ممنهج. منهجية بتمشي على عدة دورات تيكون حصل على القليلة بسنة أو سنتين مستوى اللي نحن عم نمشي عليه كمستوى أكاديمي، يعني كل ثلاث دورات تقريبا نحسب أنه حصل سنة أكاديمية بطريقة منهجية. فمنحاول نحن أنه نقسم هذا الشيء بطريقة أكثر ممنهجة. إن شاء الله السنة عنا صار مستوى كمان أول، وهلأ المستوى الثاني اليوم عم نكمله منتابع معهم ببرامج ببرنامج كمان خاص، يعني متقدم كل مرة بياخدوا الإشياء تقدروا يستكملوا كل البرنامج اللي لازم ياخدوه هني على مستوى الترتيل البيزنطي، يعني كل الباجاج الموسيقي البيزنطي بدهم ياخدوه على عدة دورات. وإن شاء الله بفتكر أنه نحن عم نحقق نجاح، لأنه سبق واختبرناه مرة الماضي وهلأ عم نختبره كمان بمجيء مستوى أول جديد، يعني كل مرة عم بيجي عندنا مستوى وعم نكمل المستوى الثاني، فالمستويات كلها دائما يعني وراء بعضها عم تجي. فالهدف من هذه الدورات هو خلق جيل مثقف ومهذب موسيقيا قادرا على حمل الرسالة الإنجيلية من جيل إلى جيل. هي بتضم شباب من كل الطوائف، وخاصة بكنيسة الروم الكاثوليك تنمية الثقافة الكنسية والموسيقى الكنسية البيزنطية. احنا بنشجع لانه يكون في ثقافة موسيقية بتساعد على تهذيب وصقل الصوت والترنيم، فبنتمنى كل خير لهي للشباب اللي مشاركين. وبهالمناسبة صار عدد كافي من الاشخاص اللي عم بيستمروا بحضور هذا اللقاء، وصارت نوع من الاستمرارية. فبهالمناسبة منشكر الرب ومنتذكر المقولة اللي حكاها أحد الآباء القديسين: من رتل فقد صلى مرتين. جهودكم مباركة وشكرا لكم قناة نورسات. هذا الترنيم البيزنطي الذي يعتمد على الكلمة بشكل أساسي، تلك الكلمة المرتلة التي نسعى دائما أن يكون هناك مستوى احترافي عالي يستطيع المرنمين أداؤه في أردننا العزيز. هذا من جانب. من جانب آخر لابد لنا من أن ندرك بأن الترتيل هي لغة ملائكية أعطيناها نحن البشر عن غير استحقاق، فلابد لنا من أن ندرك هذه الحقيقة في ذواتنا أولا لكي نستطيع أن نجسد هذا الترتيل بطريقة دائما تكون محترفة ومصلية. هلا هاي احنا الدورة الثانية اللي احنا عم نشتغل عليها هي استكمال مثل ما حكينا العمل المنهجي اللي بنشتغل فيه. العمل اللي بنشتغل فيه نحن هو على مستوى قراءة النوت الموسيقى البيزنطية بطريقة علمية، بطريقة منهجية، بطريقة واضحة كمان للعيان، بحيث الهدف من هالدورات نشتغل على جوقات وأبناء رعايانا بحيث أنه يقوموا بالخدم الليتورجية بالشكل الصحيح والمناسب. بعض الأوقات مش غلط إذا كتب ضمن لبعضهم، بس بيقريها بهذه الطريقة، يعني ني با فو.